خلي انقل لك حادث ثاني عشته. كاتينيتش ليش طلعناه؟ او كاتينيتش ليش ما كان يعير اهميه لاي واحد؟ بل يمكن انا اقول لك فقط كان يتعامل مع الاخ فالح موسى. نعم. بايجابيه. ليش؟ انا اقول لك ليش. يمكن بعد بطوله اسيا التقينا به. احنا كلجنه فنيه واسماء معروفه، وكان اكو يمكن ثلاثه ولد انا ما اعرفهم من المحافظات. هو دا يريد يسمع مستوى الطرح اللي احنا كانه يريد نناقشه، مثل اللجنه العليا نحن بصدد اللي انت تقول نتناقش ويا المدرب. انا داباو عليه والكابتن خليل دا يترجم وهو دا يسمع انتقادات الاخرين. انا هو مقابلي قاعد، كل واحد اللي كان يتكلم من الاخوان قسم من عندهم. نعم. انا الامتعاض يبين على وجهي، فهو دا يبغى عليه. يعني دا اقول له ترى هذا دا يحكي يخوط بصف الاستك على قولك، فهم علي شلون؟ نعم. هو عرفني انا شنو، بس انا قلت له، انا ما قلت له انا منو ولا عرفته بنفسي. طيب اخير شيء ظليت انا اخر المتكلمين. نعم. فقلت له خلي الوقت سبقنا كثير، فانت لا تترجم، خليني انا احكي بالانجليزي. ويا من تحكي بالانجليزي هسه اقول لك ايش دعوه، هذا ديت عقله براسنا ما ادري شنو ربعنا ها. المهم فسولفت وياه الى ان قلت له احنا هنا جايين، لانه هو زهق. واحد يقول لي ليش ما تلعب خطه هجوميه؟ ليش مو اثنين مهاجمين؟ ليش بثلاثه مهاجمين؟ ليش ما لعبت فلان؟ نعم. شرفك هذا مو حكي. المهم فانا قلت له ترى احنا مجينا هنا لمساعدتك، احنا عينك الثانيه، احنا نحلل بالدوري. كل شغله تحتاجها تعال علينا كذا كذا. المهم فانتهت اللقاء، طلعنا برا انا وياه، هو بقى وياه وكان احمد خلف الله يذكره بالخير مساعد مدرب بفندق بغداد. فندق بغداد. اي. فقال لي انت وين؟ قلت له انا هنا اشتغل يعني محلل بس انا اشتغل كنت بالامارات، انا عايش بالامارات 27 سنه. السنه اللي اجيت بيها اللي كان مدرب منتخب الاماراتي. اي. نعم. اي. السنه اللي اجيت بيها واللي جابك يوسف السركال، يوسف السركال مثل اخوه. انا اخذت بطوله كاس رئيس الدوله سنه 94 لما كان يوسف السركال رئيس نادي الشباب. نعم. وعلى اثرها جبت كل العراقيين. يعني تذكرت. انا افهم من هذه الجزئيه انه احنا ما نعرف حتى نناقش المدرب احيانا. لا لا، انا ثاني يوم اسمح لي. نعم. ثاني يوم سووا مؤتمر صحفي باتحاد كره القدم. نعم. انا توقعت قسم من الاخوان اللي كانوا باللجنه الفنيه هذا كان طرحهم. والله شفت طرح من الصحافه والاعلام لمت اخواني الصحفيين، قلت لهم عمي مو هيك الواحد عمل، هذا احسبوه ضيف عندكم وهو هذا فهمان كره قدم. ولهذا اخذ انطباع سيء علي. من انا راح ارجع على سؤالك. انا حتى اربط مع سؤالك. نعم. اخذ اربط سريع حتى لا. اخذ انطباع سيء. قال لك ذول الناس اللي موجودين بالكره العراقيه كلهم ما يفتهم. كابتن شيشي اخذ بسبب التعامل. ولهذا انت لا تجي تتعامل وياه. يعني انتهى ذاك الزمن اللي انت تقول للمدرب لعب فلان ولعب فلتان. طبعا راحت هذا ما حد يتقبله. ما حد يتقبله صحيح. يعني نعم تفضل.